زي ما عودناكم وتقليد يا رب ان شاء الله ما تفقش من قناه النادي الاهلي، بنكرم كل ابطالنا سواء رجال او سيدات ان احنا دايما بنقطع التورته بعد كل انجاز. يمكن احنا بنبوظ المدربين اللي هم بيعملوه، الوزن بيضرب شويه بعد التورته، ولكن ده تقليد يا رب ان شاء الله ما تقطعش، وهنبتدي ان شاء الله دايما فيه طول ما في بطولات بتخش النادي الاهلي ان شاء الله هنكون في هذا التقليد. وبستاذن ضيوفي يعني نبتدي مع بعض تقطيع التورته. يلا يا كابتن ايهاب انت صاحب الموضوع، اتفضل. اتفضلوا يا جماعه. كابتن احمد اتفضل. يا كابتن احمد معانا، اتفضل. اتفضل كله مع بعض. يلا احنا بعيد عنكم خالص، واحنا بنجيبها من طرف التورته. يعني مزيد من الانتصارات ان شاء الله يا بنات، وربنا يوفقكم. وفي اخر طبعا لقائنا ده لا يسعني غير ان اشكر حضراتكم على طبعا يعني متابعتكم لينا، وان شاء الله زي ما بنوعدكم هنكون جنب ملوك الصالات في كل مكان. بشكر بطلاتنا وابطالنا، ابطال الجهاز الفني واللاعبات على طوله المرتبط، ان شاء الله عندهم بطولتين ربنا يكرمهم فيهم. شكرا جزيلا لمتابعتكم، والى لقاء اخر مع ملوك الصالات. We'll be right back.